مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تشاهدون البعد الآخر من CNBC عربية. نتحدث عن مصير الأموال العراقية المفقودة خلال نظام صدام حسين وما بعد نظام صدام حسين. أستاذ فخري، قبل قليل كنا نتحدث عن الأموال أو بعض الأموال العراقية المفقودة. تحدثنا عن أموال بددت من قبل النظام السابق على أشياء كثيرة، أموال أخرى اختفت كما تحدث الدكتور وتحدثت أنت، من خلال شركات وأشخاص سربوا هذه الأموال إلى الخارج ولا أحد يعلم أين هي الآن. هناك أيضا نوعين من الأموال التي هي مفقودة. أولا بالنسبة لموجودات الحكومة العراقية المالية التي كانت موجودة عند الغزو الأمريكي والاحتلال الأمريكي للعراق. مثلا القوات الأمريكية قالت في فترة من الفترات أنها عثرت ما لا يقل عن ملياري دولار عقدا ونقدا في عدة مواقع داهمتها. القصر الجمهوري العراقي كان يحتوي أموال نقدية كثيرة وفي مخازن هناك وخزنات كبيرة. أيضا وثائق مالية توضح ربما الكثير من المعلومات حول المبالغ. ماذا حصل لهذه المبالغ النقدية التي بقيت عندما فر النظام؟ يا عزيزي، أن السيد بريمر حينما غادر كما أعتقد، يعني أنا لا أدعي أن معلوماتي مؤكدة، لم تكن هنالك قد توفرت أي شفافية إزاء الأموال وأرقامها وكيفية استخدامها. بل أكثر من هذا، أنت كما تعلم الآن هنالك حديث عن إعانات ومنح وإلى آخره، ليس هنالك أي صيغة مفهومة ومطروحة أمام الجمهور بشفافية إزاء كيفية التصرف بهذه الأموال. هل قدم بريمر أو جاي غارنر كشف حساب لأي هيئة عراقية شخصية أم حكومية أو رسمية أو غير رسمية بأن هذا ما وجدنا وهذا ما صرفنا وهذا ما تبقى؟ أولا جاي غارنر أعتقد ذهب قبل أن يستطيع كتابة أي تقرير. يعني بريمر وجدت بعض الأموال، أثناء وجوده يعني. نعم. حقا أن أموال، أولا الأموال كانت موجودة في كل البيوت وفي كل القصور وفي أوكار الكلاب كما تعرف وفي الحيطان. وإذا تذهب إلى العراق وتبحث عن بيوت المسؤولين وعن قصور صدام حسين ستجد حفر في الحيطان لا أحد يفهم ماذا، لأنهم وجدوا مرة وبدأوا يحفروا كل حيطان وكل خشبة موجودة، يخلعوا الخشبة لكي يجدوا خزنة وراء هذه. بالإضافة إلى الأموال الأخرى، ليس النقدية وإنما الذهب والفضة والتحفيات وإلى آخره، أين هي؟ لا أعتقد أن هناك هيئة عراقية اليوم تستطيع أن تجيب على هذا السؤال. من يستطيع أن يجيب هو من كان يمسك بالخيوط الأساسية التي تتعلق بهذا الأمر. وأعتقد أن الحكومة العراقية اليوم وليس غدا مطالبة في أن تشكل هيئة عراقية معنية بمتابعة كل التسربات التي تجرت للأموال العراقية. نعم. وأن تطالب الولايات المتحدة عبر الأمم المتحدة في أن تكشف كما كتبت التقرير عن أسلحة الدمار الشامل وعن الأموال العراقية التي أخفاها صدام حسين. يجب أن تقدم تقرير، أن تشكل هي أيضا لجنة بقيادة الأمم المتحدة وبتدخل مباشر من الحكومة العراقية للبحث في كل الأموال التي جرى العثور عليها، أين ذهبت وكيف صرفت أيضا. نعم. ليس أين ذهبت. دكتور اسمح لي أن أسألك، أنت في مرحلة من المراحل كان لك علاقة مع بول بريمر، هل تم بحث أي قضية متعلقة بالأموال العراقية التي وجدت مع هروب النظام السابق؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد أن أقول بأن صدام حسين بالذات كان يحتفظ بكميات من النقد العراقي والأجنبي هائلة جدا في أقبية القصر الجمهوري وفي مناطق أخرى. ويحضر إلى ذهني في هذا الأمر أن دكتور جواد هاشم، وهو كان وزير التخطيط لمرتين خلال نظام البعث وكذلك كان مستشارا لمجلس قيادة الثورة، ظهر على التلفزيون الأمريكي مباشرة بعد حرب الخليج الثانية، أي في حوالي آذار 1991، وكنت أنا ذاك في أمريكا، وقال بأن صدام حسين كان يحتفظ بحوالي 4 مليارات دولارات
تحت يده في أقبية القصر الجمهوري وفي أماكن أخرى، وكان يوزع منها كيفما يشاء. وقد روى الدكتور هاشم بأنه شاهد بأم عينه أن صدام حسين كان قد سلم رئيس جمهورية تشاد تومبلباي، وهو ذكر اسمه لأن الرئيس ذلك قد مات الآن، قدم له حقيبة بمبلغ $1,000,000. وكذلك روى الدكتور جواد هاشم أيضا في حادثة أخرى أنه كان يتغدى مع أحد أصدقائه من رجال الأعمال العرب في لندن، عندما اقترب منه أي من ذلك الرجل، من رجل الأعمال محاميه، وقال له أن مجوهرات فرح ديبا وهي الملكة والملكة ملكة إيران السابقة، إيران السابقة نعم، لقد بيعت تلك المجوهرات بمبلغ $320,000,000، وأن المبلغ التي تقدمت به، السعر الذي تقدم وهو 280 لم يقبل. أما من اشترى تلك المجوهرات فإنها كانت عقيلة الرئيس العراقي صدام حسين. أروي مجرد هذه الحادثة. ويقول الدكتور هاشم في ذلك الوقت، نعم، أي في آذار 1900، في الحادثة كانت في آذار 1989، في وقت كان تجمع تبرعات من الشعب العراقي لغرض إعادة بناء الفاو والبصرة. نعم. وأنا أيضا أعلق على هذا الموضوع. نعم. نعم. دعني أعود إلى السؤال الآن. هذا مثال. نعم. 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 هل بحثت مع بريمر، أو هل ذكر بأي شكل من الأشكال مع بريمر مصير الأموال العراقية التي وجدت السائلة، الأموال السائلة؟ لم تكن عندي صلة مباشرة مع بريمر. كنت مستشار في وزارة النفط العراقية، ولم ترق لي الأمور هناك، وقدمت استقالتي ورجعت إلى لندن. ولكن كنت في ذلك الوقت أشاهد. ممكن أستغل الفرصة وأسأل لماذا؟ نعم. لماذا استقلت؟ نعم. العفو، ترى أنا بالحقيقة صدى. أنا أعتقد أنك تعاني من هذا الموضوع. علي ويشوش علي. سنحاول أن نصلحه بسرعة، فأعذرنا. أي ولا نعم، ولكن بالحقيقة عندما دعيت إلى الذهاب إلى العراق كمستشار نفطي، قيل لي بأنك مع ثلاثة آخرين، أي أربعة من الخبراء، ستكونون المسؤولين عن إعادة تشغيل وزارة النفط، وكذلك الإشراف على إعمار البنية التحتية. وعندما وصلنا إلى هناك، وكنت أنا رئيسا للفريق، وجدت هناك فريقا كاملا أمريكيا برئاسة سينيور أدفايزر، وكان يقوم بمثابة الوزير. وعندما أخبرته بمهمتنا تعجب، وقال لا يعرف عن هذا الشيء، ونحن مجرد مستشارين مع الفريق الأمريكي. نعم. وبالحقيقة كانت كذبة كبيرة علينا، وأنا لم ترق لي تلك الأمور وقدمت استقالتي. نعم سيد فخري، كذبة كبيرة علينا، هذا ما وصف الوضع. هل تتوقع أن يكون هناك كذبة أخرى كبيرة كانت تحصل على المستوى المالي؟ يعني إذا كان هناك طاقم جاء ليبني وزارة نفط عراقية، رأى بأنه هناك في طاقم آخر موجود أمريكي وهو يقوم بالعمل إلى آخره، هل هذا كان ممكن؟ هل قد حصل مثلا، أو ممكن يحصل فيما يتعلق بالأموال العراقية وإدارة شؤون البلاد الاقتصادية؟ أنا مع احترامي للدكتور، أنا أستغرب كيف هو لم يتوقع هذه الكذبة قبل أن يغادر لندن إلى العراق، خصوصا هو يغادر إلى بلد محتل، وأن قرار من الأمم المتحدة صدر بأن الولايات المتحدة هي دولة محتلة.